أيها السيدات والسادة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة والمتواصلة لأبرز مستجدات الجهود المبذولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا على قناتكم ميديا أن تيفي. نواصل وقفتنا اليومية عند حصيلة الرصد الوبائي والإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات المغربية وتفاعل المواطنين مع حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة. إذن نبدأ معكم هذه الحصة الإخبارية، حيث أعطى الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تعليماته السامية إلى الجنرال دكتور دارمية المفتش العام للقوات المسلحة الملكية عبد الفتاح الوراق والجنرال دكتور دارمية قائد الدرك الملكي محمد حرمو ومفتش المصالح الصحية العسكرية للقوات المسلحة الملكية الجنرال دوبريغاد محمد اللبار، من أجل أن تقوم مصالح الطب العسكري بالمساهمة بشكل مشترك مع نظيرتها المدنية في مواجهة جائحة فيروس كوفيد-19. من جهة أخرى، ومن أجل التصدي لبعض الخصائص الملاحظ وتسهيل عمليات تبادل المعلومات بين مختلف المصالح المعنية، أعطى الملك محمد السادس تعليماته بنشر الإمكانات الطبية العسكرية من أجل تعزيز البنيات الصحية المخصصة لتدبير هذه الجائحة على شكل موارد بشرية صحية وشبه طبية تابعة للقوات المسلحة الملكية، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين. وتطبيقا للتعليمات الملكية، فإن المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ستكون أيضا معبأة في إطار هذه العملية. كما حث الملك محمد السادس الأطباء المدنيين والعسكريين على العمل بشكل منسجم، كما برهنوا على ذلك دائما بما يخدم صحة المغاربة وأيضا الأجانب الموجودين في المغرب. صادق مجلس الحكومة اليوم على مشروع مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك إلى غاية 20 أبريل المقبل. كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يتضمن عقوبات في حق كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية. المزيد في تقرير نوفل الخمليشي. بلاغ لرئاسة الحكومة أوضح أن مشروع هذا المرسوم الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا يهدف إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 إلى غاية يوم 20 أبريل من السنة الحالية. رئاسة الحكومة أوضحت أن هذا المشروع يشكل السند القانوني للسلطة العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة، وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، وذلك كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية. كما يشكل هذا المشروع السند القانوني للسلطة العمومية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضي هذه الحالة بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم. وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطة العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 درهم و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. في المقابل، فإن هذه التدابير المتخذة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. ويخول هذا المشروع للحكومة أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذا طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال والذي من شأنه الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ. ويؤهل هذا المشروع السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكنهم إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة زوال اليوم من توقيف شخصين أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في التحريض على التجمهر والعصيان وتعريض حياة الأشخاص للخطر وخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة للوقاية من مخاطر تفشي وباء كورونا المستجد. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المتورط الرئيسي الذي خرج أولا للشارع العام بمنطقة سواني وشرع في تحريض الناس على التجمهر، كما تم توقيف الشخص الثاني الذي حرض الناس على العصيان والتجمهر بحي مسنانة بمدينة طنجة في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص للخطر، بينما ستبقى الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف كل من ثبت تورطه أو في التحريض أو المساهمة أو المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال التي تمس بالأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين. أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 115 حالة حتى الساعة 8:30 من مساء اليوم، بعد تسجيل 6 حالات جديدة إضافة إلى حالة وفاة رابعة. وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 512 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 3 حالات. للمزيد عن تقييم الخطر الوبائي لفيروس كورونا في المغرب ينضم إلينا البروفيسور مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. بروفيسور الناجي، أهلا بكم. أهلا وسهلا وشكرا على الضيافة. ألف مرحبا. هناك نوع من التسارع في تسجيل حالات الإصابة المؤكدة نوعا ما، برأيك وأنت الخبير في علم الفيروسات، هل تطور عدد الإصابات في الأيام الأخيرة برقمين تقريبا، نحن الآن عمليات يوميا الحصيلة ترتفع برقمين لنقل، هل هذا يبعث على القلق أم على الارتياح لحد الآن؟ ما نقدر نقول انه نقدر نقول يبعث على الارتياح، لانه جميع التدابير اللي اتخذتها الدوله مسبقا لكي الحد من هذا الانتشار لهذا العدوى هي اللي خلات هذه الارقام يكونوا في حدود 115 الان، إنه لولا كل ما كانوش هاد الاحتياطات كلها كان الرقم أكثر بكثير من هذا. وانتم ما تتعيشوا الآن، شوف اش الحالة اللي تتعيش عليها إيطاليا، والحالة اللي سبقت تعيش على الصين، واللي تتعيش عليها حتى فرنسا. المغرب الحمد لله بسياسة يعني بالإجراءات كلها اللي اتخذت كانت مسبقة وفي الوقت ديالها، وهي اللي جعلت هاد يعني هاد الارقام كلها تتبنى راه فعلا راهي كبيره 115، ولكن نسبه لانتشار الوباء في بؤر اخرى في العالم فهي يعني قليله. ولكن طيب بروفيسور في هذه النقطه تحديدا، بروفيسور مصطفى الناجي، هناك دول سجلنا معها اول حاله في اليوم نفسه، واليوم هي تحصي الاف الحالات ومئات الإصابة بشكل يومي، هل هذه المقارنة تدفع إلى الاستنتاج بأن الأمور تحت السيطرة في المغرب فيما يتعلق بفيروس كورونا؟ اللي نقدر نقول لك جميع الأطراف معبأة على شكل باش تكون السيطرة على هذا الفيروس، ولكن هذه السيطرة شكون هو اللي يقدر يسيطر عليها بالضروري والتحكم فيها؟ هو المواطن. لأنه المواطن إلى انضبط وكان وطبق هذه الإجراءات كلها هي اللي تدارت، كونوا على يقين بأن السيطرة غادي تكون إن شاء الله كاملة. ولكن بدون مساهمة ودعم المواطن، لأنه هذوك جميع الإجراءات اللي تقال يعني هي من حد الانتشار، وكيف تتعرفوا توقف على الوقت يعني تتطلب غير الإحباط بهذا يعني هذا الفيروس وهذا الوباء. طيب الوحيد اللي يقدر يساهم فيه هو المواطن،
طيب بالضبط. تفضل بروفيسور أتم الفكرة رجاء. نعم، وهذا من يعني من هذا المنبر يعني من مشيتي أنا أطلب جميع المواطنين المساهمة والبقاء في محلاتهم في ديورهم، لأنه إراه إلى استطعنا باش كل واحد يلتزم ويبقى في المحل ديالو غادي يمكننا يعني نحدوا من انتشار ديال هذه العدوى وانتشار من هذا الفيروس، ونقدروا نخرجوا في اقرب الوقت من هذه الازمه. انه كي تشوفوا نعم من الناحيه العمليه بروفيسور، ماذا ننتظر من العزله الصحيه لمده لنقول اسبوعين او شهر؟ ماذا تثمر من الناحيه الصحيه ان يبقى الناس في بيوتهم مده معينه؟ ماذا يثمر ذلك؟ هذا هي يعني الإحباط بهذا الفيروس يتوقف على هذه العملية، إنه هذا الفيروس حتى إذا كان في أي محل ولا أي بيت يعني الخروج دياله تكون في خلال جوج الأسابيع، يعني غادي تعرف الشخص واش عنده الفيروس لما عندوش. لهذا داكشي علاش تايلا حاولنا نقصوا من يعني من دوك الاتصالات بين الاشخاص، ولانه الفيروس كي تتعرفوا راه تنتقل بالافرازات وعلى طريق العلاقات اللي تتكون بين الاشخاص. والا تمكننا باش كل واحد يبقى في المحل ديالو غادي يمكن نتغلبوا عليه في خلال هذه الاسابيع اللي جايه. وياك تتعرف مدة الحجر دابا البيان اللي خرج راه تيطالب بانه غادي يعني لواحد المدة ديال شهر تقريبا، ولكن بالامكان بانه التغلب عليه من قبل نبقاو متفائلين. ولكن هذا الشيء راه ما يمكنش يكون الا ما كانش تجاوب ديال جميع المواطنين، لانه الا كانوا بعض يعني المواطنين خرجوا من هذا يعني من هذا من السيطره من اللي مطلوبه، يعني في واحد النهار غادي يوصل لاطراف اخرى. هذا هو الانتشار اللي كان، هادشي اللي وقع في ايطاليا واللي وقع في فرنسا واللي وقع في دول اخرى. ولكن احنا الحمد لله السلطات يعني في المغرب تاخذوا القرار اللي هو قرار زعما حكيم وقرار استباقي، وخذوه في الوقت اللازم والحمد لله. لأنه لا قدر الله كون جاب الله ما كانش اتخاذ هذه القرارات راه كان يكون الأمور كانت تكون أسوأ، لأنه أنتم عارفين الأرقام اللي كاينات ديال الصين، بحيث كاينه 2.8% ديال الرجال اللي ماتوا، 1.7% ديال النساء، 0.2 ديال يعني الأطفال، و 15% ديال الناس اللي فايتين 70 عام. وفرنسا كاينه تقريبا 2%، وفي ايطاليا كاينه 4%. هادشي الارقام راه كبيره شويه، ولكن حنا اليوم في المغرب ما نقدروش نعطيو ارقام لانه خصنا ننتظروا الاسابيع اللي جايه. ولكن كون على يقين الا كانت المساهمه ديال المواطن وكل واحد يعني خطا بجديه هاد يعني التدابير ديال المتخذه من طرف السلطات، وكان واحد التجاوب، سنكون على يقين جميع غادي ينجحوا ان شاء الله. بروفيسور مصطفى الناجي، هناك نعم. الكثير من الملاحظات من المعلومات التي تروج ولسنا متاكدين تماما من دقتها. البعض يقول بان هذا الفيروس يصيب الرجال اكثر من النساء، يؤثر احيانا على خصوبه الرجال. ما خصوصيه هذا الفيروس تحديدا؟ هو فيروس كيف نقول لك، كيف حيت تعرفوا هو من الفطريات، وهذه الفطريات هو تيكون في يعني في يعني في الفيروس مكونات تسميو دي غليكوبروتينز دي سبيكول. هادو يلزم يكون عنده غير مود ريسبتور فين يمكن يلصقو. فهاد لي ريسيبتور كاينين عند الرجال وكاين عند النساء، بالضبط جوجهم عندهم لي ميم ريسيبتور. غير يعني شنو اللي تقدر توضع لي سؤال، شنو الفرق بين الرجال وبين النساء وبين الاطفال؟ هو مساله ديال المناعه، كيف يعني العيالات عاده النساء كتكون عندهم المناعه قويه على الرجال، لانه عندهم لي هرمون مختلفه، كاين حتى تكوين مختلف، تكون هي عاده ماشي غير على خصوصا الفيروس، مي عاده كم الاطفال تا هما تيكونوا صغار وتكون عندهم
يعني مناعه هي كثيره كبيره. وفي الرجال ما كيفوتوا 61 سنه لفوق المناعه تتنزل، هي مساله ديال المناعه. طيب ما دور الساكنه ختاما لو سمحتم، ما دور الساكنه في انجاح هذه العزله الصحيه وفي انجاح هذه الجهود الوطنيه التي تبذلها السلطات المغربيه من اجل تطويق انتشار هذا الفيروس؟ هو الدور فعال والدور كامل، لولا لانه تتعرفوا كاين واحد المجهودات اللي كاينين على الصعيد العالمي الان لكي ينحد من انتشار هذا، ولكن الحمد لله راه بدا، ويعني بعض النتائج تخرج هي النتائج ديال العلاج. انه هذا السؤال تا هو يعني حتى الناس خصهم يكونوا متفائلين شويه، لانه راه الناس باقي العالم راه ماشي مكتوب في الايدي. فانتم سمعتوا اليوم الحمد لله داكشي اللي خرج به النتائج اللي خرجت به المعهد باستور ديال السنغال، انه اليوم تيقول بانه عنده واحد السيروم اللي هو فعال، وبانه حتى يعني لاشين هي مستعده يعني تاخذ هذا السيروم عند الانستيتيو باستور. وهذا السيروم بين داروا تجارب على سبعه الناس، وهاد سبعه الناس كلهم شافوا من هذا المرض. هادشي هذا يعني ايجابي. هذا معهد باستور السنغال. السنغال. ونفس الشيء اللي وقع في لاشين عملوا تجارب على واحد الماده اللي تتسمى لا 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 كلوروكين، والحمد لله يعني هذه الماده كانت مزيانه كذلك، وكاين لا نيفاكين كذلك. طيب وكاين بروفيسور نعم رجاء في هذه النقطه تحديدا، والعالم يجري هذه الأبحاث من أجل التوصل إلى علاجات إلى لقاحات، هل اليوم بذل المزيد من الجهد من أجل عدم الإصابة بالفيروس أفضل من التطلع إلى لقاحات أو أدوية؟ فعلا أنا متفق معك 100% بأنه الوقاية أحسن من العلاج، ولا كان كل واحد يجاد الإصابة بهذا الفيروس لكان أحسن بعشرات، لأنه حتى العلاج هذا ما تيعنيش راه غير تلقى لأنه كاين بعض الأشخاص اللي تيستجبوا لهذا العلاج، كيف كاينين أشخاص لأنه شوف دابا اليوم سمعنا بهذيك الهيدروكسي كلوروكين اللي جابتها فرنسا وداروا تجارب على 26 الناس وكلهم كانت إجابة مزيانة. هذا ما تيعنيش بانه كاين هاد 26، ولكن كاين اشخاص اخرى على حساب يعني الذات ديالهم والجهاز ديالهم كيف يمكن ليه يعني يتجاوب مع هاد العلاجات. ولكن الحل الوحيد اللي تيتعطى لكل واحد هو التعامل مع هاد الاجراءات المخصصه. طيب وتفادي الاصابه. وتفادي الاصابه. شكرا لكم. الناس يكثروا من غسل الايدين، يبتعدوا لانه كاين العزله، وكاين كذلك حتى لانه يمكن الناس يكونوا في ديورهم في محلاتهم، ولكن يحاولوا ما ينتشروش وما يشتركوش. بحال مثلا غير واحد الانسان حتى اذا كان في البيت ديالو وبغى يصلي، الصليه ديالو تتكون ديالو هو بوحدو، الا تيشرف كاس يشرف الكاس ديالو بوحدو، الى كل حاجه تيعملها تيعمل ماشي تتبقى ذاك، لانه يقدر يكون غير لانه بالخصوص اللي يردوا فيها الناس كاين الاطفال راه تيكون حاد الفيروس ولكن ما تيكونش عليهم المرض ما تيظهرش. شكرا لكم. النظافه. شكرا جزيلا لكم. البروفيسور مصطفى الناجي مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. مشاهدينا الكرام نعود لنذكر بهذا الخبر الرئيسي الذي ورد قبل قليل، حيث أعطى الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تعليمته إلى الجنرال دكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية عبد الفتاح الوراق، والجنرال دكور دارمي قائد الدرك الملكي محمد حرمو، ومفتش المصالح الصحية العسكرية للقوات المسلحة الملكية الجنرال دوبريغاد محمد اللبار، من أجل أن تقوم مصالح الطب العسكري بالمساهمة بشكل مشترك مع نظيرتها المدنية في مواجهة جائحة فيروس كوفيد-19. من جهة أخرى ومن أجل التصدي
لبعض الخصائص الملاحظ وتسهيل عمليات تبادل المعلومات بين مختلف المصالح المعنية، أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل نشر الإمكانات الطبية العسكرية من أجل تعزيز البنيات الصحية المخصصة لتدبير هذه الجائحة على شكل موارد بشرية صحية طبية وشبه طبية تابعة للقوات المسلحة الملكية، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين 23 مارس. وتطبيقا لتعليمات الملكية، فإن المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ستكون أيضا معبأة في إطار هذه العملية. كما حث الملك محمد السادس الأطباء المدنيين والعسكريين على العمل بشكل منسجم، كما برهنوا على ذلك دائما بما يخدم صحة المغاربة والأجانب الموجودين في المغرب أيضا. في سياق ترتيبات حالة الطوارئ الصحية الجارية في المغرب، تقرر إغلاق المحلات التجارية والمساحات الكبرى ابتداء من الساعة 6 من مساء كل يوم، ويهدف هذا الإجراء الاحترازي إلى الحفاظ على صحة كل من التجار والمهنيين والمواطنين. ويجري تطبيق هذا الإجراء بتنسيق بين عدة جهات حكومية ومهنية، كما يتطلب استمرار التعبئة والالتزام التام من قبل المواطنين بما تسطره السلطات من إجراءات احترازية ووقائية حماية لصحة الجميع. دعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية، وذلك ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الدعوة تأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المملكة، وأضاف المصدر ذاته أنه اعتبارا للأدوار الهامة والحيوية التي تقوم بها الصحافة المغربية، تهيب الوزارة بجميع المؤسسات الصحفية المعنية الاستمرار في توفير خدمة إعلامية في صياغ بديلة في الظروف الحالية. على غرار المدن المغربية تعيش مدينة الدار البيضاء حالة الطوارئ الصحية، حيث تجاوب السكان عموما مع هذا الإجراء الوقائي وفضلوا التزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا في حالة الضرورة القصوى المتمثلة في التزود بالمواد الاستهلاكية الضرورية أو الذهاب للعمل من خلال الإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائية. كما تسهر السلطات المحلية على ضمان احترام حالة الطوارئ في الأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة وتحرير المخالفات في حق منتهكي قرار الطوارئ الصحية. تفاصيل في روبورتاج نوفل الخمليشي وكمال غنيم. الدولة دارت اللي عليها وجات دور على المواطنات والمواطنين باش يديروا اللي عليهم. حالة الطوارئ الصحية بمدينة الدار البيضاء تتواصل. على غير عادتها بدت شوارع المدينة حركة منعدمة للراجلين وتراجع ملفت في حركة السيارات. استجابة واسعة للمواطنين وتعبئة كبيرة من طرف السلطات المحلية. على مدار الساعة فرق مختلطة من رجال وأعوان السلطة والأمن تسهر على مراقبة الالتزام بتدابير حالة الطوارئ الصحية. تدابير استثنائية وغير مسبوقة تعيشها المدينة للحد من حركة التنقل، فمغادرة مقرات السكن يشترط شهادة التنقل الاستثنائية سواء للعمل أو اقتناء المواد الضرورية. رجال السلطة والأمن يشرعون في مطالبة المارة بالإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائية مع تقديم إرشادات وتعليمات تخص عواقب عدم الالتزام بحالة الطوارئ الصحية. إضافة إلى الساكنة، تراقب السلطة المحلية المحلات المعنية بقرار الإغلاق في هذه الظرفية الخاصة. عقارب الساعة تتجاوز 9 بقليل. هنا في هذا الحي تدعو القوات العمومية الساكنة إلى المكوث في منازلهم والحد من التنقلات غير الضرورية. دوريات الأمن ورجال السلطة تواصل عملها في أحياء متفرقة من العاصمة الاقتصادية. دوريات تضبط أشخاصا في حالة مخالفة لحالة الطوارئ الصحية بعد تواجدهم في الشارع العام بدون أي مبرر ودون التوفر على شهادة التنقل الاستثنائية. عمل مصالح الإدارات الترابية والقوات العمومية ومصالح الأمن الوطني توازيه مسؤولية كبيرة تقع على جميع الساكنة بغية تطويق انتشار فيروس كورونا المستجد. فالالتزام بجميع التدابير الوقائية وقواعد النظافة العامة يعد السبيل الناجع لمواجهة انتشار الفيروس.
وبعد إقرار حالة الطوارئ الصحية وإصدار حجمة من القرارات الرامية إلى الحد من انتشار وباء كورونا، تواصل السلطات بشكل يومي حملاتها لضبط الأوضاع داخل المدن وحث الساكنة على الالتزام بمعايير السلامة وتطبيق القانون عبر الإحجام عن الخروج دون رخصة استثنائية. بالقنيطرة، فريق قناة ميدي أن تي في جال بالشوارع ووقف على نماذج من هذه الإجراءات، وعاد بالروبورتاج التالي لسعيد كان ويونس الميسوري. جولتنا بالقنيطرة انطلقت من محطة الحافلات. رغم منع التنقل بين المدن بوسائل النقل العمومية والخاصة، لا زال عدد من المواطنين يتقاطرون على المكان طمعا في تذكرة سفر. بالمقابل، أغلب من قابلناهم استحسنوا الإجراءات الاحترازية المتخذة رغم كلفتها المادية على فئة كبيرة من الأسر. تنخرجوا بالترخيص ديالنا، وكاع المواطنين كاملين تنخرجوا بالترخيص. بنادم اللي مسكين ما خدامش، والاغلبيه ديال السربايه، الاغلبيه ديال بنادم اللي بناي مساكين، بغيت شي يديروا لهم شي مساعده باش هما يكونوا في احسن الظروف وفي احسن الحالات. هادشي مزيان، فهمتيني؟ بنادم يخاف على راسه وخاف على الصحه واحد اخر، وهادي هادشي راه مزيان لاي واحد، راه ماشي ليا انا ولا الجامع، فهمتي؟ خصا بنادم يتساعد مع بلدياته والدرويش يشوف الدرويش، وهادشي اللي خصو يكون وصافي. الناس شراو هادشي ديال السلعه بالكثره، تزاد علينا داكشي. حنا ما عندنا لا ماندا لا شهريه لا والو، ملي كنمشيو نشريو شي حاجه ما كيشوفوش فينا، وتزاد علينا غير اصحوا علينا شويه. ما عندنا لا كيس لا هادي لا هادي. نطلبوا من المسؤولين يتعاونوا معنا شي شويه وحنا نضموا معاهم، هادشي مصلحتنا ومصلحه الوطن. انتقلنا الى جزء اخر من المدينه. هنا حملة لتجميع المشردين وإيوائهم عبر الأزقة والشوارع. يتحرك أعوان السلطة مرفقين بفاعلين جمعويين بحثا عن أماكن تجمع المشردين قصد إيوائهم وتوفير الظروف الصحية لإقامتهم وحمايتهم من تفشي الوباء. في إطار المؤسسة ديالنا أننا حلينا اليوم واحد المؤسسة ديال الرعاية الجامعية دار الطالبة اللي فيها واحد 30 سرير مجهزة. دابا المجسرين اللي كاينين في الشارع اللي ما عندهمش مأوى تنجمعوهم وتنصادفوهم في هاد المؤسسات هادو، وهاد المؤسسات راه مجهزه، يعني تناكدوا لهم الوجبات الغذائيه، التعقيم، اللباس، كل شيء ان شاء الله. شكل اخر من المجهودات الامنيه المبذوله هنا يمثله عمل الشرطه على منافذ المدينه. فحص الوثائق يتم هنا بطريقة تنقص من احتمال انتقال العدوى بين الأفراد. أي مخالف يتم توجيهه إلى محل سكنه حتى يتوفر على ترخيص بالتنقل من وإلى المدينة. أجواء تعبر عن حجم التعبئة التي تنخرط فيها السلطات وتتجاوب معها الساكنة. تفضل. وفي مبادرة تضامنية، قررت شركات الاتصالات الثلاثة العاملة بالمغرب أن يصبح الولوج مجانيا بصفة مؤقتة عبر الشبكات الثابتة والمتنقلة إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة بالتعليم أو التكوين عن بعد الموضوعة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رهن إشارة التلاميذ والطلبة المتدربين، وذلك باستثناء الولوج إلى موقع اليوتيوب. تقرير عمر الشملالي. مساهمة في التعليم عن بعد، شركات الاتصالات الثلاث العاملة في المغرب اتخذت قرارا يراه الكثيرون مهما في هذه الظرفية. هذه الشركات أتاحت الولوج بصفة مجانية إلى المواقع والمنصات المتعلقة بالتعليم أو التكوين عن بعد الموضوعة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. هذا القرار المؤقت يتيح للتلاميذ والطلبة والمتدربين تصفح هذه المنصات والمواقع عبر الشبكات الثابتة والمتنقلة. واستثنت شركات الاتصالات من قرار مجانية تصفح المواقع والمنصات المحددة الولوج إلى قناة اليوتيوب. ويهدف هذا القرار إلى الحرص على المصلحة العامة التي تقتضي ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من متابعة التحصيل الدراسي والعلمي في أفضل الظروف الممكنة.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن انطلاق عملية التعليم عن بعد يوم 16 من مارس الجاري، وأنشأت لذلك منصة تقدم دروسا مصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية وكذا المواد الدراسية، كما يتم بث الدروس عبر القناة الثقافية. وبعد قرار الوزارة الوصية توقيف الدروس حضوريا وحتى إشعار آخر، بادرت عدة مؤسسات جامعية لمواكبة هذا القرار، كما شهدت أكاديميات المملكة حركة مكثفة لصياغة وإنتاج الفيديوهات والمواد الرقمية. تدابير وإجراءات احترازية صارمة أصبحت الأسر المغربية تلتزم بها، خاصة بعد تعليمات وزارة الصحة والسلطات بلزوم المنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة، إجراءات من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومحاصرته للحفاظ على سلامة المواطنين. نتابع هذا النموذج من مدينة تمارة مع زميلة أمال الهواري. هي تدابير صارمة أصبحت الأسر المغربية تقوم بها بصفة دائمة، الهدف منها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة أفراد الأسرة وسلامة المواطنين بصفة عامة. ملي كندخل للدار كنعقم السيارة ديالي في يعني لي بواني ديال البيبان باش ما نكونش هز شي حاجة معايا في يديا، من ورا كنحيد الحذاء ديالي كنعقمه في الماء وجافيل، من بعد ذلك كنلبس الحذاء ديال المنزل ديال الداخل، كندخل على الباب كنحيد كنعقم يديا بعدا هما الاولانيين مع الباب بالبرودوي اللي كاين، من مورها كنحيد اللباس الخارجي ديالي كنحطو يعني في امام الباب الداخلي، من بعد كندخل الدار باش كنعاود نغسل يديا بالماء والصابون جيدا باش كنتهنى انا كنرتاح نفسيا والعائله ديالي حتى هي كترتاح نفسيا. حنا كأسرة مغربيه يعني محتاطين جدا ودايرين داك الاحتياطات ديالنا كامله، حتى بالنسبه للخضره بالنسبه للمقتنيات ديالنا ديال برا، اي حاجه تتعقم تنغسل الخضره ديالي ولا الدسير ديالي في الماء والخل، ومن بعد تنشفو تنمسحو عاد تنخشيه في الكونجيلاتور ولا في الثلاجه، وحتى لي بيسكوي ولا كل داك المقتنيات ديالي تنعقمهم بالمعقم وتنمسحهم وتنخشيهم في البلاكار. التدابير تبدأ من تعقيم الحذاء قبل ولوج المنزل وغسل اليدين بالماء والصابون جيدا وغسل المقتنيات قبل وضعها بالمبرد ورش المادة المعقمة على معصم الأبواب. الحرص الشديد هو عنوان المرحلة، ما من شأنه محاصرة الفيروس قدر الإمكان للحفاظ على صحة وسلامة أفراد الأسرة. السلام عليكم. كنطلب من الناس كاملين من المجتمع المغربي كامل باش يلتزم بهذا الحجر الصحي في المنزل ديالو، لان راه مفيد لينا كاملين، ماشي غير ليه هو ولا لمرته ولا لولاده، راه لينا كاملين المغاربه، لان غير واحد في الدار الا ما التزمش راه غادي يعدي الام ديالو كبيره مسنه، الوالد، الدراري الصغار. تعليمات وزارة الصحة والسلطات بلزوم المنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، تدابير احترازية أصبحت تقيد بها واجبا وطنيا حماية للبلاد والأنفس. في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية يستمر إغلاق المساجد مؤقتا بالنسبة للصلوات الخمس وصلاة الجمعة، ولكن مع استمرار رفع الأذان في جميع المساجد، وهو الإجراء الذي تم اتخاذه ضمن الجهود الوطنية المبذولة في المغرب من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا. للمزيد عن حضور الجانب الديني في حياة الأفراد خلال فترة الأزمات ومنها هذه الفترة التي نعيشها، ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الدكتور مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي بمدينة وجدة. فضيلة الدكتور بن حمزة، أهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا. ألف مرحبا. كيف ينبغي للمسلم أن يعيش حياته الروحية وأن يؤدي شعائره خلال حالة الطوارئ الصحية التي توجب فيها إغلاق المساجد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هذا الإجراء هو إجراء أصبح الآن عالميا، في كل مكان يوجد مسجد هناك إغلاق، ليس خاصا بالمغرب، العالم الإسلامي كله اشترك في هذا، لأن هذه صيحة دولية، لأن هناك خبراء، هناك عارفين هناك من هم عارفون بالحالة، كلهم ينصحوا بنصائح معينة يجب الالتزام بها.
نحن الآن لا يمكننا أن نجرب، لا يمكننا أن نغامر، لا يمكننا أن ندخل أنفسنا وأهلينا وذوينا في المجهول. المساجد هي دائما كانت مفتوحة، ولكن حينما تصبح الآن أوبئة في الإنسان نفسه وهو الذي يحمل الوباء المسجد يصبح المكان موبوءا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل إلى المكان الذي فيه وباء حرصنا على سلامة الإنسان. إذن الحديث حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كان موجودا في مكان خارج الأرض التي فيها وباء أن يدخلها، فالمسجد أو مكان أي مكان يمكن أن يصبح بؤرة، فلذلك يجب تركه واعتزاله مؤقتا إلى أن تزول هذه الحالة. الأصل هو حماية الإنسان، وكما هناك حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو قطاف، وكان يتحدث عنه بعض الصحابة وقال قطاف بالكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة وكان يقول ما أطيبك ما أطيب ريحك، ثم قال أو يبين أمر لا مكانة لحرمة المسلم عند الله أكبر من حرمة الكعبة. بمعنى هذه كلها في خدمة الإنسان، هذه صحيح. أشياء صحيح. تخدم دين الإنسان، ولذلك الإنسان هو الذي يحافظ عليه. الآن هذا ليس فيه أي اعتداء على المسجد، لأن كل ما في الآن إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى المسجد مثلا فهو الآن منوع من خروج من داره، فكيف يصل إلى المسجد إلا إذا كان يريد أن يخالف أمرا اتفقت عليه الأمة. لذلك يبدو لي أن هذا الأمر أريد أن أواصل معكم دكتورنا الكريم. السلطات تواصل مجهوداتها من أجل تطويق انتشار هذه الجائحة، جائحة فيروس كورونا، ومن هذه الإجراءات كما ذكرتم تقييد حركة المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، إلا أن هناك بعض حالات المخالفين. ما موقف الدين من هذا؟ أول ما قبل كل شيء، نحن لا نريد أن نترك هذا الوطن للأفراد. نحن أمة ولدينا كيان، لدينا دولة، لدينا الآن نحن في كتيبة، هناك من هم في درجة ضباط، هناك رؤساء، هناك مشرفون موجهون، هناك جهات طبية خبيرة وهي تنصح، هناك أمير المؤمنين الذي يتولى هذا الأمر، هناك أناس في الحقيقة يتحرقون خوفا على هذا الوطن. كيف يمكن الإنسان أن يكون دائما وشارد؟ لا، أنا لا يعنيني كل هذا الوطن، أنا في نظر الشخص الذي يفعل هذا الأمر لا يفهم شيئا لا في دينه ولا في وليس له حقيقة تصور حقيقي لواقع الأمر. حينما نرى الناس يموتون بالمئات الآن في الدول ومع ذلك نواصل هذه المجازفة، هذا أمر يبدو لي غير سليم. ثم نحن الآن حينما نفهم الإسلام فهما صحيحا نقول باستثناء كل هذا الذي ذكرت لكم، العلماء الكبار الذين تحدثوا، أنا أحيل من كان يريد، هناك من له تساؤلات أو من اعتراضات إلى ما كتبه ابن فرحون في كتابه التبصرة في الجزء الثاني، وقد تحدث فيه عن مفهوم السياسة الشرعية وفهم أن أي شيء يمكن أن يكون مفيد للأمة لا بد أو تقدم عليه السلطة القائمة يجب الانسجام معه. وذكر ابن فرحون أمثلة كثيرة مما فعل المسلمون من غير أن يكون هناك النص، الناس الذين جمعوا القرآن الكريم، أبو بكرين وعثمان حينما وحد، الذين أمثلة كبيرة كثيرة ذكرها ابن فرحون. بمعنى أننا الآن أمام حالة هي بحث عن المصلحة، ومن ميزة المذهب المالكي في هذا الباب، وأقول مذهب مالكي له أصول كثيرة، ولكن من أهم ميزاته المحافظة وحرم مراعاة المصلحة. كل شيء قال فيه الناس وأهل الخبرة والاختصاص بأن فيه مصلحة يجب على الجميع أن يلتزم، من لم يلتزم معنى أنه يشد، معنى أنه يخالف الجماعة لسألة. ونحن نقول بأن هذا هو الأمر الذي نحن الآن في مع هذه الإجراءات، والناس يتخوفون، فما بالك لو فتح المجال الآن طائرات التي كانت تأتي من منعت، والناس رأوا في ذلك شيئا مهما، ليس سهلا أن تمنع الطائرات الوافدة من دول أخرى، ولكن هذا ما حيلة المضطر إلا ركوبها. إذا كان الأمر هكذا فسلامة المواطن وهذه الإجراءات التي اتخذت ليس لصالح أي أحد بالذات، هي صالح الأمة. طيب دكتورنا الفاضل، دكتورنا الفاضل، عذرا على المقاطعة، ذكرتم مسألة الخوف في هذه المراحل التي يعيش فيها الناس ظروفا غير مألوفة في الواقع، مسألة العزلة الصحية إلى غير ذلك، تتعاظم المخاوف والهواجس. ماذا في تراثنا الحضاري والديني والثقافي ما يعتد به من أجل مواجهة هذه الفترة؟
أنا ذكرت لكم بأن الأحاديث التي فيها أول التنصيص النبوي عن الطواعين أن هنا حينما تكون أرض وفيها طاعون لا يجوز للإنسان أن يدخل هذه الأرض، وإذا كان موجودا في تلك الأرض لا يجوز له أن يخرج، ويجب عليه أن يبقى حتى لا ينشر هذا الوباء، وإذا نشر دخل أو بقي صابرا محتسبا لأنه يصبر ويبقى من أجل الأمة، فإذا مات في تلك الحالة معنى أن لا يخرج فارا، وهذا الحديث موجود في كل المصادر، فإنه يموت شهيدا. وفي نص الحديث أن هنالك شهداء غير شهداء الحرب، هناك شهداء ومنهم هذا المطعون، أولهم 7 شهداء منهم المطعون الذي يموت بالطاعون، معنى أنه وهو يبقى في المدينة لا يبقى من أجل ذاته، لا يفر لأن لا يحمل معه الأوبئة، فمعنى أنه نظام كامل موجود. تعرفون جميعكم قضية عمر بن الخطاب وكيف أنه رجع من مسيرة بعيدة، وما قال له أحدهم أتفر من أفرارا من قدر الله، قال أفر من قدر الله إلى قدره، وبين له أن الإنسان لو كانت له إبل ترعى ونزل واديا فأحد جانبيه كان خصبا والآخر كان قاحلا فرعى في الخصب فإنه يرعى في قدر الله، معنى أننا ليس من قدر الله أن نموت هذه اللحظة، طيب. معنى أن قدر الله أن نبتغي الخير لأنفسنا. ختاما بودان أطرح عليكم هذا السؤال، كيف يمكن للمسلم أن يعيش روحانيته ويؤدي شعائره أيضا داخل البيت وأن يرعى هذه العلاقة مع ربه؟ نعم، هذا سؤال جيد جدا، وهو المؤمن دائما يؤمن بقضاء الله وقدره ويعرف كيف يتعامل مع هذه الأقدار. أولا نحن نغوص في الحداث، لا نبقى في ظاهرة، نحن نرى الآن هذه القدرة الإلهية الشاملة، والله تعالى يتجلى على عباده بالجمال وبالجلال، فهذه الحالة يتجلى الله تعالى بجلاله، ونرى البشر كلهم لا يستطيع فعل شيء إلا أن يضرع إلى الله وإلا أن يلجأ إلى الله. الذين كانوا يظنون أنهم قد تمكنوا من الوجود من الكون كله وأنهم أصبحوا في استغناء عن الله، الآن تبين لهم أنه لا فعل عن الحقيقة إلا الله، وأن الناس لا ينتظرون شيئا إلا لطف الله تعالى، وهذا شيء مهم بالنسبة لتوحيد الإنسان. ثم إننا حينما ندخل بيوتنا ونخلو، هذا الخلوة في حد ذاته ربما أنا أظن أن بعض الناس سيدخلون الآن سيتعودون البيوت، لأن كثير من الناس كانوا شاردين حتى عن بيوتهم، كانوا يقضون سحابة اليوم وفي أشياء لا تنفعهم، فنحن حينما نعود إلى البيت عندنا مصحف، عندنا كتاب نقرأه، عندنا أبناء نتحدث إليهم، وربما يدخل الإنسان في هذه الحميمية من جديد. وكما قال مالك حينما سئل قال جنة الرجل بيته، إذا كان الإنسان استطاع أن يجعل بيته جنة له خاصة وأن يكون هذه العلاقات التي ربما تكون متلاشية أو ضعيفة، الآن يبدأ الآن يتعرف على نفسه، يتعرف على أبنائه، يتعرف على يناقشهم، يعرف مقدار ما يفكرون أو نوعية ما يفكرون فيه، يتحدث الزوج مع زوجته، فهذا كله خير، ولكن هذا كله مرحلة من المراحل يجب أن يستصحب فيها الإنسان إيمان صحيح والصبر طبعا، وأن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء، وعسى أن يرفع الله تعالى هذا البلاء عن المسلمين. شكرا جزيلا، وعلى البشرية كلها. شكرا جزيلا لكم، نتمنى ذلك. شكرا جزيلا لكم فضيلة الدكتور مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي بمدينة وجدة، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. في المغرب دائما أكدت الفيدرالية الوطنية للصناعة الغذائية أن المقاولات النشيطة في مجال الصناعة الغذائية معبأة ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لضمان مختلف احتياجات المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالمنتجات الغذائية. وذكرت الفيدرالية أن الصناعة الغذائية تواصل ضمان التزود الطبيعي والكافي للسوق الوطنية بالمنتجات الغذائية. المزيد في تقرير نوفل الخمليشي. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تؤكد وفرة المنتوجات الغذائية الفلاحية بكميات وافرة، وهو ما لا يتطلب أي تدابير للتموين المكثف أو لتخزين المواد الغذائية من طرف المواطنين. وأوضحت الوزارة أن التموين الكافي والمنتظم للأسواق بالمنتوجات الغذائية والفلاحية يتم بالاعتماد على الوضعية المريحة للمخزونات، ومن خلال استمرار النشاط الفلاحي بشكل عادي وإنتاج المحاصيل والزراعة الجديدة وأنشطة الاستيراد والتصدير التي لم تعرف أي تعثر.
وبخصوص الموفورات من المواد الغذائية الأساسية، أوضحت الوزارة أنه بالنسبة لمادة السكر فإن الموفورات من المخزونات الحالية ستسمح بتغطية أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك، فيما سيمكن حصاد محاصيل الزراعة السكرية للموسم الحالي من تعزيز موفورات السكر وضمان حاجية الاستهلاك للأشهر التالية. وبخصوص مادة الحليب فإن الفترة الحالية تتزامن مع ذروة الإنتاج الموسمية، ويتوقع أن تتراوح كميات الحليب الموجهة للتصنيع ما بين 100 مليون و120 مليون لتر شهريا، وستسمح هذه الكميات بتغطية كبيرة للحاجيات بما في ذلك حاجيات شهر رمضان القادم. وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، تؤكد الوزارة أن المجازر مستمرة في عملها بشكل عادي، حيث يغطي الإنتاج بشكل واسع الحاجيات مع استقرار الأسعار، فيما تعرف سوق الدواجن تموينا عاديا. وفضلا عن الموفورات الحالية المريحة للخضر والفواكه، فإن الجدول الزمني للخضر والفواكه يضمن تموين السوق بشكل مستمر وكاف. ومن أجل توفير تموين عادي وكافي للسوق الوطنية بالدقيق، يعرف نشاط المطاحن الصناعية وتيرة مستمرة وإنتاجا يوميا للدقيق يفوق المعدل العادي ب 47%. كما أن مخزونات القمح التي تتوفر عليها مؤسسات التخزين والمطاحن ستسمح بتغطية الاحتياجات لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى التزامات الاستيراد من طرف مهني القطاع. هذه الأغذية التي أشار إليها التقرير والتي يتناولها الأفراد بشكل عام هي تدخل كمحدد في مستوى مناعة الجسم إلى جانب عوامل أخرى. في سياق هذا الوضع يتساءل العديد من المواطنين عن نظام التغذية الذي من شأنه أن يحسن من مناعة الأجسام ومقاومتها للفيروسات في هذه الفترة التي تتسم بانتشار فيروس كورونا عبر العالم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ نبيل العياشي، أخصائي الحمية والتغذية. أستاذ العياشي، أهلا بكم. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام. هل هناك نصائح معينة وتغييرات يمكن إدخالها على نظامنا الغذائي في فترة الطوارئ الصحية؟ أكيد أستاذ. أولا في بادئ الامر تنبغي ناكد على واحد مجموعه من النقاط اللي هي مهمه، اللي عندها كذلك علاقه بالجسم وعلاقه بالمناعه ديال الجسم. وقبل من هذا بطبيعه الحال كنا تنعرفوا اننا خصنا ناكدوا في هذه المرحله على الناس انهم يجلسوا في المنازل ديالهم، راه يعني الحاجه الوحيده اللي تقدر تساعدنا باش ما ينتشرش هذا الفيروس هو اننا نجلسوا في المنازل ديالنا. من بعد باش نجاوبك على السؤال ديالك بشكل مباشر، كاين هناك اننا نبقاو ايجابيين، هذه نقطة اللي هي مهمة بشكل كبير، يعني نبقاو إيجابيين في النفسية ديالنا، نبقاو إيجابيين في تعاملنا مع عائلاتنا، نبقاو إيجابيين داخل بيوتنا، لأن النقط السلبية تتساعد في التخفيف وفي إنقاص المناعة داخل الجسم. طيب. كل ما كان الإنسان إيجابي، كل ما كان مساعد للمقاومة ديال المجموعة من الأمور السلبية اللي تقدر تطرى على الجسم دياله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النوم الجيد. ولكن ماذا أقصد بالنوم الجيد؟ النوم الليلي. الآن المشكل اللي عندنا هو أننا كل شيء الناس كاينين في البيوت ديالهم في المنازل ديالهم، الأغلبية ديال الناس غيبداو ينعسوا في وقت متأخر، يسهرون الليل وينامون النهار. هذا أكبر خطأ ممكن أن يقع فيه الإنسان، وهذا عنده تأثير على مناعة الجسم. أنا أحذر من هذا الأمر. النوم الجيد ليس النوم الكثير، ليس بعدد ساعات النوم، النوم الجيد هو النوم الليلي، وبالتالي فأنا بغيت نسميه النوم الليلي باش الناس يفهموه مزيان. فالناس خاصهم ينعسوا على الأقل 7 حتى 8 ساعات ديالهم ليلا ماشي نهارا. إلا غنبقى سهران حتى الرابعة صباحا والخامسة صباحا ورفيق حتى الثانية عصرا ولا الثالثة ظهرا، فهذا راه ما غاديش غيساعد في تخريب المناعة ديالي ماشي في تقويتها. النقطة الثالثة هي شرب الماء بكمية كافية. الآن تنعرفوا بأن كان هناك انخفاض في درجة حرارة الجو، وبالتالي ربما ما نحسوش بالعطش، وهذه مسألة خاطئة كذلك. ما نشرب حتى يجيني العطش، هذه مسألة خاطئة. الآن يجب شرب الماء بكمية كافية، كل 10 أو 15 دقيقة نشرب 1 أو 2 جهمات أو 3، لأن جميع التفاعلات الكيميائية التي تطرأ داخل جسم الإنسان تتطلب وجود ماء، وبالتالي فشرب الماء طيلة اليوم نقطة اللي هي مهمة واللي هي ضرورية. طيب بالنسبة للأغذية. نعم، بعد غنجيو للأغذية. فيما يخص الأغذية،
يا صديقي بغيت ناكد على واحد النقطه اللي هي مهمه، لان نبداو من الاول شراءنا الاغذيه. انا تنعطي الناس نصيحه اللي هي مهمه، الله يجازيكم بخير، منين نمشي نتقدى، منين نمشي نشري؟ لان ولفنا واحد القاعده، مثلا ملي غنمشي نشري الخبز، للاسف انا دي نصيحه نعطيها للارباب المخابز واصحاب الحوانت، ما تخليوش الكليان هو اللي يعزل الخبز ديالو، لان شنو تنديروا؟ تنهزوا الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ونعاودوا نرجعوا لهذيك الخبزه الاولى ونعاودوا نهزوها. فانا ممكن اننا ننشروا العدوى بهذه الطريقه هذه. نفس الشيء منين غنمشي نهز الحليب ولا غنمشي نهز المطيشه، فاللي حطيت على يدي هي اللي غادي ندير في الصاك ديالي. ومنين ندخل بطبيعه الحال البيت يجب تعقيم هذيك الامور اللي شريت الحليب، شريت الياغورت، شريت الماء، ضروري نعقمه قبل ما نخزنه ولا قبل ما نتناوله. فيما يخص ندخل نجاوب مباشره على السؤال ديالك، الاغذيه اللي تقوي المناعه، اكيد اننا سمعنا مجموعه من الوصفات للاسف بين قوسين، سمعنا الثوم والبصل والحامض وغير ذلك. صديقي نجيك من الاخر نعطيك الجواب بخلاصه باش نكونوا عمليين مع الساده المشاهدين. جميع الاغذيه الطبيعيه تقوي المناعه، ولكن الاغذيه الطبيعيه الموسميه، الا غادي نتناول العنب يقوي المناعه ولكن في وقته ماشي دابا. العنب غيسنا في تقويه المناعه في شهر 7 وفي شهر 8، ماشي في شهر 2 وفي شهر 3 وفي شهر 4. وبالتالي فالناس الان يجب ان يكثروا من بعض الاغذيه اللي خاصها تستهلك بشكل يومي. غير هو خاصنا نفهم واحد المساله، تقويه المناعه راه ما يتمش ما بين عشيه وضحاها. هاد النقط اللي غنذكر الان تيخص الناس يستهلكوها بشكل يومي وباختصار شديد. رجاء تفضل استاذنا. نعم، اولا زيت الزيتون ضروري لتقويه المناعه. ثانيا الخبز الكامل، اما الخبز بالنخاله او الخبز ديال الشعير. الشعير المغاربه حنا تنعرفوه داخل في العادات ديالنا، نتناولوه يا اما كخبز، كحسوه، كسيكوك، كسكسو. الشعير من الاغذيه القويه اللي تساهم في تقويه المناعه. طيب الناس من يعجنوا الخبز الان يزيدوا فيه شويه ديال زريعه الكتان وشويه ديال الزنجلان لانها تساهم في تقويه المناعه، او شويه ديال الكمون. التناول كذلك ديال البصل والثوم في كل وجبه. طيب الناس ما خصهمش يتناولوا ثلاث وجبات رئيسيه، وجبتين كافيين، لان من اجل تقويه المناعه يجب اراحه الجهاز هضمي باش نساعدو يتخلص من السموم. الان حنا جالسين في الدار الاغلبيه تيتناولوا وجبات كثيره، هذه مساله اللي هي خاطئه، بخلاف الاشخاص المسنين والاشخاص اللي عندهم امراض، مرض من الامراض طبيعي الحال خصهم يتبعوا الحميات ديالهم. شكرا جزيلا لكم الاشخاص العادي. الأستاذ نبيل العياشي شكرا جزيلا لكم. أريد أن أخصص معك زاوية لو سمحتم في واحدة من حلقاتنا المقبلة في الأيام المقبلة حول تغذية الأشخاص المسنين لو سمحتم. أعتذر منكم لضيق الوقت، وشكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. قبل الختام مشاهدينا الكرام نذكركم بهذا الخبر الذي الخبر الرئيسي الذي ورد في الساعة الأخيرة. أعطى الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تعليماته للجنرال دكتور دارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والجنرال دكتور دارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي ومفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية الجنرال دبريغاد محمد العبار بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كوفيد-19. من جهة أخرى وبهدف التغلب على بعض أشكال الخصاص الذي تمت معاينته في محاربة هذا الوباء وتسهيل نقل وتبادل المعلومات بين مختلف المصالح المعنية، أعطى العاهل المغربي تعليماته لتعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذا الوباء من خلال الطاقم الطبي وشبه الطبي للقوات المسلحة الملكية، وذلك ابتداء من يوم غد. وتطبيقا للتعليمات الملكية سيتم أيضا تعبئة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي في هذه العملية. وحث الملك محمد السادس في هذا السياق الخاص الأطباء المدنيين والعسكريين على العمل في إطار من التعاون والتفاهم للتامين كما هو معهود فيهم، لأن الأمر يتعلق بصحة المغاربة والأجانب الموجودين بالمغرب. نهاية هذا العدد وإلى اللقاء.